ده تحل الاكزاكتلي سيستم البسيط ده. احنا نيجي في السيستم ده هنعمل حاجه بسيطه خالص. هنعمل في السيستم ده ما يسمى ب سمول بيرتربيشن. بيرتربيشن يعني ايه؟ يعني هعمل كده ايه؟ هزه كده في ارقام السيستم. الكوفيشنسي نغيرها تغيير بسيط. مش لازم نغيرها كلها، ده احنا هنغير واحد بس اللي هو الرقم اللي موجود عندي هنا في السكند ايكويشن ده اللي هو البوينت او 6 7 هنغيره يبقى البوينت او 6 6. تغيير يعني اللي نشوفه كده تغيير ممكن. لما نعيد حل السيستم مره ثانيه اكزاكت برضه. لما نعيد حل السيستم اكزاكت هنلاقي ان حل السيستم في الحاله دي ان الاكس بيساوي ناقص 666 وان الواي بيساوي 834. طبعا ازاي يعني ده واحد من 1000 رقم في ايكويشن، ازاي يحصل الكلام ده؟ هنا بقى المشكله في السيستم نفسه. السيستم ده او نوعين من السيستم بنسميه ال كونديشن سيستم، مع ان احنا بنفترض احنا ماشيين الدنيا اكزاكت مفيش اي مشاكل ولا راوند اوف ايرورز ولا اي حاجه خالص، احنا بس احنا عملنا ايه في سمول بيرتربيشن تغيير بسيط او انسرتينتي بسيطه في واحد من الكونفيشنز في واحد من الايكويشنز. ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي خلى الدنيا هي الواي بتساوي 8 الى ناقص 600 وشويه و 800 وشويه. يعني الرقم اللي هو ده غيرناه من 0.07 ل 0.066، يعني غيرنا واحد من 1000 حوالي 5 سايت في الايكويشن. تجرب تجرب البارشال بيفوتنج، نجرب الكومبليت بيفوتنج، نجرب نعمل سكيلنج. هو السيستم فيه مشكله، السيستم نفسه فيه مشكله، فساعتها بيبقى السيستم نفسه هو اللي معيوب، فبيسميه ال كونديشن سيستم. هنقول دلوقتي السيستم عنده مشكله. يعني مش المشكله بسبب الالجوريثم اللي انا بحل بيه، المشكله في السيستم نفسه. يعني لما اعمل كل الاختيارات بتاعتي واستخدم البارشال بيفوتنج وحتى الكومبليت بيفوتنج ولما اعمل سكيلنج للسيستم ولما امشي حتى اكزاكت ماثيماتكس مع كل الكلام ده وبرضه بيحصل ايه؟ بيحصل الديفيجن الرهيب اللي حصل في الحل ده. بدل ما كان عندي واحد ناقص واحد طلع عندي ايه؟ الارقام الضخمه دي كده. فده مش عيب في الالجوريثم اللي انا شغال بيه ولكن عيب فين؟ عيب في السيستم نفسه. علشان نحس بالموضوع ده تعالوا نحاول نرسم الايكويشنز دي جرافيكال. لو كده بصينا للايكويشنز دي جرافيكال، احنا واخدين الايكويشنز 2 باي 2 علشان نقدر نرسمها، لان في الاخر كل ايكويشن هتمثل ستريت لاين. فلو حضرتك كده رسمت الايكويشنز في الكيس الاولى هتلاقي عباره عن تو ستريت لاين بالشكل ده. ده الانترسكشن بتاعهم اللي بيطلع الحل الاولاني. لما اعمل بيرتربيشن صغير كده في الخط ده ايه اللي هيحصل؟ البيرتربيشن ده سبب ان الخط ده يتحرك شويه بدل اللي نفسه بنفس الميل بتاعه. فده مثلا هنسمي ده سيستم رقم واحد وده مثلا سيستم رقم ايه؟ رقم اثنين. فده سيستم رقم واحد. السيستم رقم اثنين علشان التو لاينز دول تقريبا كما لو كانوا بدل لبعض او مطبقين على بعض فتغيير بسيط في الخط الاولاني هيعمل جامب كبير جدا وهيبعد احسن. طبعا رسم التو لاينز بعاد عن بعض شويه فنظرا ان التو لاينز دول قريبين جدا من بعض يكاد يكون بدل في اي تغيير في واحد فيخلي ايه؟ يخلي السوليوشن بتاع السيستم يعني يفرق كتير جدا من بوينت دي للبوينت الرهيبه اللي احنا شفناها دي. فالنوعين من السيستمز جرافيكالي كما لو كانت تو ستريت لاينز او تو ايكويشنز قريبين جدا هما تو بدل لبعض. في اي تغيير او اي بيرتربيشن او اي ديفيجن في اي ايكويشن بينتج عنه تغير كبير جدا في السيستم. وهو ده تعريف ما يسمى بالايه؟ بالال كونديشن سيستم. يعني الال كونديشن سيستم ده ال كونديشن سيستم تعريفه ان هو بيحصل فيه لارج ديفيجن ان سوليوشن in case of small perturbation in coefficients. ان احنا عندنا تغيير بسيط في الكوفيشنز بتاعت الايكويشن ينتج عنه تغيير عنيف جدا او لارج ديفيجن في السوليوشن فبسمي السيستم ده ال كونديشن سيستم. على عكسه بقى الويل كونديشن سيستم
يعني على ما تيجي من الكلام ده لو ايه الكونتكس في عندنا اللي بيسمى الايه ويل كونديشند سيستم. الويل كونديشند سيستم او سيستم كويس ومبني بشكل كويس لو حصل سمول بيرتربيشن في الكونديشنز بينتج عنها سمول تشينج في السوليوشن. يبقى السيستمز اللي عامل لها بيرتربيشن بشكل بسيط وينتج عنها بيرتربيشن بشكل بسيط برضه في الحل دي بسميها ويل كونديشن سيستم قوي. بينما على النقيض من ذلك في سيستمز ضعيفه اي تغيير بسيط جدا في البرتربيشن في البارامترز بتاعته بيحصل تغيير عنيف جدا في الحل فده بسميه ال كونديشن سيستم. وللاسف ال كونديشن سيستم ده ملوش حل بالطرق المعروفه اللي احنا قلنا عليها بكده. يعني كل الطرق اللي احنا بنقول عليها دي طرق بتحسن الحل شويه في حاله ان السيستم اصلا ويل كونديشن. لو السيستم ال كونديشن ده سيستم بيعمل لي مشاكل وللاسف مفيش طريقه معروفه اقدر اتغلب بيها على حاجه زي كده. ده اصلا اساس الطريقه اللي انا بحل بيها باستخدام الكمبيوتر هي اصلا طريقه معيوبه زي ما شفنا قبل كده لان الكمبيوتر اصلا بيقرب الارقام فهو من نفسه بيعمل سمول بيرتربيشن في الارقام فبالتالي لو سيستم ال كونديشن ممكن الكمبيوتر يطلع لك حل بعيد تماما عن الحل اللي انت ايه اللي انت متوقعه. طب ايه سبب الخطا اللي هو في السيستم ده؟ ليه؟ ايه سبب الخطا في السيستم؟ يبقى اللي عامل ديزاين للسيستم عامل له ديزاين بشكل غلط. لو الاختصارات يعني مختصر اكتر؟ يعني السيستم ده اصلا جاي منين؟ انا واحد كمهندس عملت سيستم عملت مساله بنيت مبنى وابتديت بقى ابني له السيستم بتاعه احط العلاقه بين السريس والسترين ومش عارف ايه والحاجات دي كلها وابتديت اكون في الاخر كل المسائل بتاعتنا بتتحول الى يونت سيستم في النهايه. تمام احنا بقى بتوع الماثماتكس باصين على اخر خطوه فاللي عمل المساله في حاجه مش مظبوطه يعني باين السيستم بشكل غلط فمطلعنا ال كونديشن سيستم لما يكون حد شاطر في الديزاين شويه بيتفادى النوعيه دي من السيستم. فالحل الوحيد في ال كونديشن سيستم ان المهندس اللي عامل ديزاين السيستم ده يغير الديزاين بتاعه بحيث ان هو يطلع الايكويشن يغير الايكويشن ولا يغير طريقه الديزاين بتاعته يغير البارامترز اللي حاططها يغير الاحمال يغير الاوزان بحيث ان السيستم اللي في الاخر طالع سيستم قوي ويل كونديشن سيستم. فده غالبا بيكون عيب في الديزاين بس بتحصل ان احنا بنعمل عليها سيستم بشكل غلط. هو الانبوت ده بيبقى مخالف هو ده صح؟ الايه؟ الانبوت ده السيستم تمام غالبا قبل السيستم بتاعي صح. انت كلام حضرتك صح الانبوت ده غالبا بيكون غلط صح انما السيستم اللي جوه انا اللي بعمله بقى يعني انا اللي بكون السيستم اللي جوه يعني الرقم اللي في الاكس والرقم اللي في الواي دي البارامترز بتاعت الديزاين بتاعنا الرايت هاند سايد اللي انا ما بتحكمش فيه ده ممكن انا بقى ابني سيستم قوي بحيث ان حتى لو حصل تغير رايت هاند سايد يبقى السيستم بتاعي اصلا ويل كونديشن. وبالتالي حتى لو حصل سمول تشينج او سمول بيرتربيشن في الاكسترنال فورسز اللي انا ماليش قدره عليها هيحصل سمول تشينج في الحل ولكن ما زلت هبقى قريب من ايه من الديزاين انا بتكلم عليه. دكتور احنا كنا ممكن نضرب ده مثلا في سكيل اللي قدام مهما عملت ده مين هم بقول لك بص شوف للاسف ديت انت بتعرف فيها المشكله هما يكاد يكون التو لاينز بارلل لبعض فلو واحد اتحرك سن بسيط هتلاقي نقطه التقاطع دي نطت من هنا لهنا على طول ان هما تقريبا شد بابل اوكي فطبعا اللي بيعمل سيستم بالشكل ده بيوقع نفسه مشكله كبيره ان هو السيستم ده هو نفسه ما بيعرفش يجيب له حل لما يدخل على الكمبيوتر نفسه نتيجه للطريقه اللي بيخزن بيها الارقام هو اصلا بيدخل الارقام بالتربل يعني فيها تغييرات بسيطه جدا فبالتالي ممكن في الاخر يطلع لك حل بعيد تماما عن الحل اللي انت اصلا كنت بتفكر فيه. دكتور احنا ايوه هي الطريقه الوحيده حتى بص هي ده برضه التكست وراي الطريقه الوحيده اللي انا بقدر اتشيك بيها على ان السيستم بتاع ايه الكونديشن ان انا ممكن اعمل تغيير بسيط في البارامترز واقارن ما بين الحل في كل مره لو لقيت ان الحلول قريبه من بعضها فده سيستم ويل كونديشن لو لقيت ان السمول بيرتربيشنز بتعمل لي لارج ديفيشنز في الحلول بيطلع حل في حته وحل في حته ثانيه يبقى السيستم بتاعي اصلا ايه الكونديشن سيستم. هي في طريقه ثانيه ماثيماتيكالي ولكن هتقابلنا قدام شويه يعني في شابترز مش دلوقتي مش مشروعه في الشابتر اللي احنا شغالين فيه هنقدر نعمل شويه اناليسيس كده ونفهم بيها وندي انديكيشن هل السيستم ده ايه كونديشن ولا ويل كونديشن بس برضه حتى الطريقه دي مش هتفرق معانا كتير.
بستخدمها دايما لما بحل لينير سيستمز، وخصوصا لما اجي اتعامل مع النيوميريكال او الديتيريتيف تكنيكس. احنا الطرق اللي احنا شغالين بيها دلوقتي دي تعتبر اكزاكت تكنيكس، بمشي بجاوس اليمينيشن او بجاوس جوردن بستبس محدده، الخطوه رقم واحد والخطوه رقم ان، انا عارف ان اوصل بعد كام خطوه. ولكن في ناس ساعات بتحل بطرق ايتريتيف، ودي ممكن نتعرض ليها بعد ايه، بعد الشطر اللي بعد اللي جاي. انا اصلا بعمل يعني بحل السيستم اي اكس ايكوال بي. لو انا عايز اتاكد ان الحل اللي انا طلعته ده، هل الحل ده اكيد ولا مش اكيد؟ احد الطرق اللي الناس بتديكت تعمل بها ديتكشن هل الحل ده قريب ولا مش قريب، ان هو بيحسب حاجه اسمها ريزيديو او ريزيديوال فيكتور. الريزيديوال ده هو عباره عن ان هو بيضرب اي اكس الماتريكس اي في اكس ماينس لاف هاند سايد، يعني الفيكتور اللي هو جاي من السوليوشن ده بياخده يضربه في الماتريكس مره ثانيه ويطرح منه لاف هاند سايد. المفروض ثيوريتيكالي لو الحل اكس ده اكزاكت يبقى اي اكس ناقص بي هيديني كام؟ هيديني زيرو. ولكن براكتيكالي نظرا لان عندي دايما مشاكل وابروكسيميشنز وراوند اوف ايرورز الكلام ده ما بيطلعش بيساوي كام؟ زيرو. ولكن متوقع ان هو يطلع الار ده كفيكتور ارقام، في ارقام صغيره يعني متوقع ان الكور الويل سيستم يبقى الار ده كفيكتور النورم بتاع الار ده يكون ايه؟ ارقام صغيره، ده معناه النورم او الماجنتيود الماجنتيود اوف الار الار كفيكتور اللي هو الفرق ما بين حصل ضرب الماتريكس ايه في الفيكتور اكس ديستريبيوشن اللي انا طلعته ناقص الراف هاند سايد. احنا قلنا ثيوريتيكالي الكلام ده المفروض يطلع زيرو، براكتيكالي نظرا لوجود الراوند اوف ايرورز فالكلام ده بيطلع كفيكتور فيه ارقام. فطبعا كل ما الفيكتور ار ده الارقام اللي فيه دي كانت صغيره معناها الحل اللي انا مطلعه دوت حل يعني قريب جدا من ايه؟ من الاكزاكت سوليوشن. ولو الارقام فيه ارقام كبيره معناها الحل ده بعيد عن الايه؟ عن الاكزاكت سوليوشن. فممكن اعمل تشيك بعد ما اجيب فيكتور اكس اضربه في الماتريكس ايه واطرحه من الرايت هاند سايد واتشيك على الريزيديوال فيكتور، لو الار ده الكور بتاعه او النورم بتاعه او الكومبوننتس بتاعه ارقام صغيره يبقى انا قريب بشكل كبير جدا. دكتور ايه نورم؟ لو الار دي ارقامها كبيره يبقى انا بعيد ايه؟ بعيد عن الارقام. ولكن الكلام ده للاسف في بعض الاحيان برضه ما بيبقاش انديكيشن كويس ان انا وصلت ايه لحل السيستم او ما وصلتش، يعني ممكن يكون عندي حل معيوب او في مشاكل كبيره ويطلع ريزيديو فيكتور ده ارقام ايه؟ ارقام صغيره. يعني الكلام ده لو ار كده ارقام صغيره ده حاله من الويل كونديشن سيستم. ولكن فور ال ال كونديشن سيستم ال كونديشن سيستم للاسف ممكن الريزيديو بتاع الار ده يطلع رقم صغير ويرلعني، وهو الحل اصلا حل بعيد جدا او بعيد تماما عن ايه؟ عن السوليوشن. وممكن يطلع رقم ايه؟ ممكن يطلع رقم كبير. لما اكتب علامتين اقل مني يعني حاجه صغيره جدا، علامتين اكبر مني يعني حاجه كبيره جدا. فالكلام ده ما اعرفش يعني وارد ان هو ممكن يطلع كده وارد ان هو ممكن يطلع كده. فحتى المعلومه دي بتقول لك ايه؟ ان حتى في الـ كونديشن سيستم لو استخدمت الفكره بتاعت الريزيديو عشان تتشيك بيها على الحل وكمان طلع لك ان الار صغيره فده مش معناه برضه ان الحل ده حل ايه؟ حل اكيد. تمام؟ واضح المعلومه دي؟ يعني هو لو السيستم ويل كونديشن فالار الصغيره معناها ان انا جبت حل قريب من الحل الايه؟ الحل الاكزاكت. ولكن في الاير كونديشن سيستم للاسف حتى الار او حتى الريزيديو فيكتور ده ما بيبقاش انديكيشن اذا كان الحل اكيد ولا مش اكيد. ممكن يكون اير كونديشن سيستم وحل بعيد تماما عن الحل الاكزاكت ومع ذلك برضه يطلع ريزيديو فيكتور يخدعني ويطلع رقم ايه؟ يطلع رقم صغير. فالريزيديو ده اصلا برضه ما هوش انديكيشن لان الحل حل كويس الا اذا كان السيستم نفسه ويل كونديشن سيستم. بالنسبه لايه؟ غالبا احنا في النوعيه دي من المسائل بنعمل حاجه اسمها ريلاتيف، يعني بقسم الار دي على حاجه عشان اجيبها ريلاتيف لحاجه ثانيه، يعني مثلا ممكن اقسمها على اكس مثلا. بالتالي هي بتاع ريلاتيف ريشيو ما بين الريزيديو وبين الفاليو بتاعت الاكس. الاكس ممكن تطلع مثلا ما هي لو الواحد ديت لو الار دي من الاوردر بتاع اكس في خطه كبير، انما الار مثلا بالنسبه لاكس طلع ار على اكس ال 10 اسمها 5 ال 10 اسمها 6 يبقى ساعتها ده مهمل. عشان كده غالبا الار دي بننسبها لحاجه نعملها ريلاتيف لحاجه. سؤال حضرتك كويس، ده اللي بيتم فعلا عمليا.
ارض وحدها كده ماشي انديكيشن يعني قوي قوي فلازم اعمل لها ريلاتيف لاي حاجه ثانيه. اتفضل الايه سيستم مبني كويس وده لو انت مهندس شاطر وبني سيستم بشكل كويس معناه ان السيستم بتاعك قوي يعني مثلا في شويه رياح ولا جسم زي ما نقعش يعني ايه الفرق بين مثلا مبنى معمول كويس مبنى معمول بشكل وحش اي هزه تقعه لو معمول بشكل كويس هو ده الجيم كونديشن سيستم في الحقيقه بلغه المدرسيس ان عباره عن سيستم في تو ايكويشنز تقريبا بدل الايه بدل من بعض ممكن اي هزه بسيطه تخلي الديزاين بتاعك ينهار. قلنا بنعمل تغيير صغير في البرامترز بتاع السيستم كل مره بنديك السوليوشن لو السوليوشن ما زال قريب من بعضه يبقى ده ويل كونديشن سيستم لو السوليوشن حصل فيه ديفيجن ضخم جدا بسبب سمول بيرتربيشن معناه ان السيستم ده ايل كونديشن. دكتور هي ماجنتيود وجنبها ايه؟ ان ايه؟ العلامه دي معناها النور او الماجنتيود طول الفيكتور يعني ده طريقه بنقيس فيها الفيكتور هو كبير ولا صغير المعيار بنجيب النور بتاعه المعيار بتاعه اللي بيسموه المعيار بتاع الفيكتور مقدار الفيكتور طول الفيكتور يعني اسميها لينث او اسميها نور او اسميها ماجنتيود كل دي اسامي مختلفه بقيس فيها الفيكتور فكل ما القياس ده كان صغير معناها ان انا بتكلم على الفرق بين اي اكس ناقص بي فرق صغير فبالتالي انا قريب من الحل الايه؟ الاكزاكت لو هو كبير معناه ان انا بعيد ايه؟ بعيد عن الحل. اتفضل. هو يعني اللي بيق منه قلبي انا جبت حل وعايز اتاكد من الحل ده صحيح يعني حتى بالرغم من السيستم بتاع ويل كونديشن بس بزياده التاكيد برضه وفي برضه بعض الناس بتستخدمه في حاجات ثانيه ان هو ساعات بيحل الحل ده بطريقه كانت الطريقه النيوميريكال يبقى عايز يعرف يقف فين فبيحسب الريزيديو ده او الريزيديو الفيكتور ده ولما يقل لدرجه معينه يبقى واقف انما احنا هنا مش باين عندنا قوي عشان بنحل بطريقه اكزاكت يعني بنوصل للحل بعد عدد حتى من الخطوات. هو الـ Air Condition بقول لك هو الـ Air Condition مشكلته كده ان حتى لو انت استخدمت الريزيديو وضربت الحل في الـ Right Hand Side ضربته من الـ Left Hand Side برضه للاسف ممكن برضه الحل بتاعك ويطلع الحل بعيد عن بيبقى الارقام مترتبه بالطريقه دي يعني بص حضرتك هتلاقي في اكزامبل في كتاب الارقام ممكن تراجع عليه هتلاقي سيستم Air Condition مطلع له سوليوشن بالارقام وضارب F X وفتحها من البي رغم ان الحل خطا تماما طلع الار صغير يعني ساعات بتبقى الارقام كده ترتبط بطريقه زائد على ناقص بحيث بتخلي الار في الاخر شكله ايه؟ شكله صغير انما هو صغير ولا حاجه هو يعني فهو بيقول لك عايز يوصل ايه؟ ان حتى الـ كونديشن سيستم لما استخدم التشيك بتاع الريزيديو ممكن الريزيديو يرجعني يطلع الحل اصلا بعيد عن الحل الاكزاكت. احنا قلنا التشيك الوحيد عشان اقول ان السيستم ده ايه كونديشن ان انا اجرب اغير في البارامترز بتاعت السيستم وكل مره تشيك الحل لو لقيت ان التغيير بسيط في البارامترز بينتج عنه لارج ديفيجن في الحل يبقى السيستم ده ايه كونديشن. الحل الوحيد مش ان انا ادور على طريقه ثانيه للحل ان انا اغير الديزاين بتاعي يعني احط ديزاين غير الديزاين اللي موجود ده. يعني هو خلاصه الكلام ان احنا للاسف حتى مع التكنيكس المختلفه ما نقدرش نعالج الاي كونديشن سيستم يعني اعمل اي طريقه بحيث ان انا اطلع لي سيستم ثاني اعمل لي ديزاين مختلف بس ما تخلينيش في السيتويشن ده. في الناس بتوع الماثماتكس بيتعبوا جدا مع النوعيه دي من السيستمز وحتى في الكمبيوتر اللي بيجي يحل النوعيه دي من السيستمز بيبقى متعب جدا تقعد تلف وفي الاخر ممكن تطلع لك حل بعيد تماما عن الحل اللي انت عايزه. اتفضل. المفروض ايه؟ احنا قلنا قلنا ازاي بتشيك على الكونديشن انا اعمل سمول بيرتربيشن في البارامترز واشوف السوليوشن واعمل الكلام ده كذا مره لو لقيت السمول بيرتربيشن في البارامترز مختلفه في الاخر بيطلع لك حلول كلها قريبه من بعض يبقى ده ويل كونديشن. اذروايز لو في لارج ديفيجن يبقى ده ايه كونديشن. يعني انا عايز اقول لك ايه ان حتى التشيك بتاع الريزيد اللي هو شائع الاستخدام في طرق الحل ما بينفعش مع الاير كونديشن. طبعا احنا بنفترض ان السيستمز بتاعتنا في الانجيرنج اغلبها ويل كونديشن عماله احنا شاطرين
لو عاملين ديزاين بشكل صحيح هي اصلا ميل كونديشن. طب بيكون اهتمامي بقى ازاي احله بشكل اسرع؟ ما بيكونش اهتمامي هو الحل ده اكل ايه بشكل سريع. طب احنا كده خلصنا الشابتر 1 ده، كده سبت حضراتكم شابتر ثاني. هو على فكره الشابتر دي شكلها حجمها كبير، بس هي في الاخر المحتويات ما هيش حاجات يعني كبيره قوي. انا حتى في الجزء ده عشان بس ايه الناس ما تحسش انها عندها منهج ضخم، هعمل لكم من المسائل الموجوده دي مسائل مختصره على شابتر 1 وزيها على شابتر 2، بحيث ان في ناس شايفه مسائل كتير قوي. وبعدين الكتاب كمان جايب مسائل يعني من توبكس تانية، فانا ان شاء الله هختصر لكم اللي موجود ده بعدد اقل من المسائل. لما خلصوا هنزل حضراتكم عايزين تقولوا احنا اللي اتكلمنا عليه في شابتر 1 كان بيتكلم على ديسكريت سيستمز، يعني دايما عدد المعادلات بيساوي عدد المجاهيل او نمبر اوف ريليشنز ايكوال نمبر اوف ريليشنز. بيحصل في بعض الاحيان عندي ريكتانجلر سيستم، يعني عدد المعادلات ما بيساويش عدد المجاهيل، ممكن يكون اقل ممكن يكون اكتر. يعني في بعض الاحيان بيكون عندي السيستم معادلاته بزياده بيسموه اوفر ديترماين سيستم، او بيكون عدد المعادلات اقل من عدد المجاهيل بيكون عندي اندر ديترماين سيستم. ده الكلام ده بيظهر في بعض الانجينيرنج ابلكيشنز، وخصوصا الحاجات اللي هي فيها تريكس شويه مش الحاجات اللي هي ستريت فورورد. فاحنا عشان نشوف ازاي نتعامل مع السيستمز دي هنكستند شويه معلوماتنا من الشابتر اللي قبله. هو نفس الكلام اللي احنا نقوله، ولكن بس عشان ناخد كمان في الاعتبار الريكتانجلر سيستمز. في الريكتانجلر سيستمز زيها زي السكوير سيستمز، ان انا برضه هستخدم الالمينيشن تكنيكس، السيستم عندي في كل الاحوال هو السيستم في اكس بيساوي دي. الفرق بس هنا الماتريكس ايه دي؟ الماتريكس ام باي ان، يعني عدد السكوب او عدد المعادلات ام، وعدد الاعمده دي عدد المجاهيل او عدد الانونز بيساوي ان. الفيكتور اكس طبعا ده هيبقى ان، والفيكتور بي ده هيبقى كام؟ ان. وهنا هنفترض ان في الحاله دي ان الام داز نوت ايكوال ان، ممكن يكون اكبر منها زي ما قلنا، ممكن يكون ايه اصغر منها. فبحول الماتريكس ايه دي ما بيسمى بالتريانجلر ماتريكس. طبعا في حاله ان السيستم اللي عندي يكون فيه نمبر اوف ايكويشنز مختلف عن النمبر اوف انونز، برضه هتلاقي ان الكلام ده الماتريكس اللي هي لما اعمل لها الاليمينيشن هيبقى عندي في اليمنتس على الدايجونال، في اليمنتس على الدايجونال، ونفس الكافيه اللي احنا عملناها قبل كده. مفيش حاجه جديده عندنا الا في شكل الحل النهائي، يعني كل مره بستخدم نفس الاليمنيشن ستيبس وبعمل ريدكشن للسيستم، من الشكل الاخير ببتدي اتعامل مع السيستم واجيب له السوليوشن. يعني مثلا على سبيل المثال فور اكزامبل 4 5 4 12 4 5 7 برضه انت في الماتريكس هي لو لاحظت حضرتك كده الدايفرجنس بتاعتها انها 4 باي 5، يعني عدد الاكويشنز اقل من عدد الايه المجاهيل. ولكن بنفس الكافيه السيستم ده لما اجي اتعامل معاه باخد ده برضه كافيه من الاليمنت وابتدي اعمل ايه الاليميشن. ولما اعمل الكلام ده حضرتك يعني هضرب مره الاكويشن دي في نقص 2 واجمع، مره ضرب في نقص 1 واجمعها هنا، مره ضرب في نقص 2 واجمعها هنا. فلما اعمل الكلام ده السيستم شكله مش شكل 1 2 1 3 3 او الكوشن طبعا مش هيتغير معانا خالص، الكوشن الثاني هتبقى 0 0 ناقص 2 ناقص 2 ناقص 2
الايكويشن بعدها 0 2 2 2 الايكويشن بعدها 0 0 ناقص 2 ناقص 2 1. فالاول ايه؟ اول خطوه في الايكويشن. طبعا اول حاجه جيت اصطدم بيها هنا ان انا لو جيت اعمل اخد ليفل في المعادله الثانيه هيطلع الليفل ده 0. فاحنا ما ينفعش نعمل ليفل بيفوتنج نعمل ليفل 0 لان الليفل ده رقم مقسم عليه. ما ينفعش نقسم على كام؟ على 0. فنبتدي لازم محتاجين ان احنا نعدل شويه في الالجوريثم بتاع جاوس اليمينيشن بحيث ان احنا نبتدي نتصرف في الكيسز اللي زي كده. لو ظهر عندي ليفل بيساوي 0 او لو ظهر عندي صف بالكامل كله اصفار. الكلام ده ما كنتش بيقابلنا كتير في حاله ان انا بحل السيستم سكوير يكون عدد المعادلات يساوي كام يساوي عدد المجاهيل. فبنبتدي بعد كده بقى بنعمل عمليه تعديل ان احنا بدل ما كنا هناخد ده هو الديفولت اليمنت يعني بنعمل زي موديفيكيشن لجاوس او جاوس اليمنيشن. هنا الموضوع دلوقتي خلاص ما عادش ضروري ان انا كل مره الاقي رقم ضروري رقم 1 0 لا انا هنا بقى ساعتها هقول ان السيستم بتاعي اللي هو كان 1 2 1 3 3 0 0 ماينس 2 ماينس 2 ماينس 2 0 0 2 2 2 0 0 ماينس 2 ماينس 2 1. هنا بقى الليفلز بتاعتي بفضل ماشي لحد ما ايه؟ اقابل اول نون زيرو اليمنت، بفضل ماشي لحد ما اقابل اول نون زيرو اليمنت. بس اول نون زيرو اليمنت ده امتى؟ لو انا لقيت ان الزيرو ده كمان كل الاليمنتس اللي تحت كلها زيروز. ما هو لو في اليمنتس تحت كلها مش بزيروز فممكن استخدم ايه؟ البارشل بيفوتنج واعمل عمليه تبديل. انما حتى هنا البارشل بيفوتنج ايه؟ مش هينفع. فمعناه ان خلاص الكلام ده ما عادش ينفع تعمل فيه عمليه بيفوتنج خالص. الكلام ده هيروح ايه؟ هيروح للكلام اللي بعده، الكلام ده كان في السيستم ايديال السكوير اللي انا دايما ضامن يكون ليها يونيك سوليوشن. من السيستمز اللي هي ريكتانجلر ممكن موضوع اليونيك سوليوشن ده مش بالضروري يكون موجود عندي، فممكن الاقي ليفل اليمنت بزيرو، مش كده كمان ده كل الاليمنتس اللي تحتيه كمان بزيرو فما اقدرش حتى اعمل عمليه تبديل بايه بالصوره. هنعمله سكيبنج ونخش على اول واحد. وبرضه هنعمل بقى نبتدي نكمل الالجوريزم بتاعنا بنفس الايه؟ بنفس الكيفيه. طبعا ممكن حضرتك تخلي الاليمنت ده واحد تقسم عليه المعدل بتاعها لو انت هتستخدم جو جوردن او تسيبه زي ما هو وتعمل بيه اليمنيشن للعناصر دي. طبعا في الاكزامبل ده لو احنا هنستخدم جو اليمنيشن بس هعمل بيه اليمنيشن فورورد على طول. يبقى شكل السيستم ايه؟ جديد 1 2 1 3 3 وبعد كده ده هيبقى 0 0 ماينس 2 ماينس 2 ماينس 2 بعد كده هيطلع عندنا 0 0 0 0 3 كده بقى 0 0 0 0 0. ده بعد ما عملت الاليمنيشن الخطوه الثانيه يعني جبت خدت الماينس 2 ده هيك على الصف ده كل ده هيبقى الاصفار وبعد كده هضرب في ناقص واحد واجمعه عليه على الصف. الزيرو دكتور اخر واحد جت ازاي؟ فندم؟ اخر زيرو دي جت منين؟ جت ازاي؟ المجمع الصف ده كله بالكامل هيكون بكام اصفار. وكمان لما الصف يكون بكامل اصفار بننزله تحت خالص اخر السيستم عشان ما عنديش مشكله. تمام. انا عملت العمليه دي وعملت عمليه كمان تبديل. الصف اللي بعده هقدر ده ناقص واحد واجمع ده صفر. ناقص واحد واجمع ده صفر. ناقص واحد هيبقى ده 2 1 3. بس احنا بدلنا ايه؟ بدلنا الصفين مع بعض. لما اجي اخد الليفلنج بعد كده هخش على الاليمنت ده اللي عليه الدور في عمليه الايه؟ الليفلنج. بس خلاص هلاقي ان العناصر اللي تحت كلها ايه؟ كلها اصفار. خلي بالك واحنا ماشيين احنا احتفظنا دايما لو احنا عندنا صفوف بالكامل قابلتنا كلها اصفار بننزلها تحت. او لقينا ان في صف عدد الاصفار اللي فيه اكتر نعمل له سوابنج بعد الصف اللي بعده. بحيث ان احنا دايما نخلي الويب بتاع الزيروز كله تحت. فلما اوصل شكل الريديوس سيستم ده بحس ان الويت بتاع الزيرو كله في اللور جراند ده بيغير كتير حتى في كيفيه ان انا احل السيستم وكيفيه ان انا اعرف الكيس بتاعتي هل انا عندي حل ولا حل وحيد ولا عدد ده نهايه الحلول ولا السيستم ده ملوش حل خالص. فبنسمي السيستم اللي بنشتغل ده بنسميه ريديوسد سيستم فاحنا في التكست بوك بيحاول يقول لحضرتك ان الجاوس اليمنيشن تكنيك ده هنعمل له تعديل
علشان الريديوس سيستم ده دايما نحتفظ بيه بالشكل ده. الشكل ده له اسم اسمه ايكرون او اتش لون 4. ايكرون ده اسم واحد اسم شخص يعني بنسمي الاسم ده على اسمه ايكرون 4. ان انا دايما الزيروس كلها اتخلص منها في نهايه السيستم. لو ظهر سطح بالكامل كله اصفار ابدله في نهايه السيستم. لو عندي في ليبل اليمنت ما يكونش فيه اليمنتس يعني اصفار ده ما يكونش فيه اليمنتس عامله بنون زيروز. يعني مثلا لو عايزين مثال لقيت الرقم ناقص 2 وده واحد لا ابدل دول الاول بحيث ان انا ابدا بالليبل ده الاول. حل الويت بتاع الاصفار دايما هو اللي تحت. وزي ما حصل في الايكويشن ديت لو ظهر سطح بالكامل كله اصفار اعمله عمليه ايه؟ اعمله عمليه سوابينج. دي مكتوب الايكرون او الايشن فور. الايكرون ده اسم شخص هو يعني طرح السيستم اتحط بالشكل ده. فلما بعمل ريستراكشر للسيستم ووصله بالشكل ده بسميه الايكرون او الايشن فور. في ناس بتنطقها كده وناس بتنطقها كده. فده معناه ان الريديوس سيستم او بدل ما اقول ريديوس سيستم اقول السيستم ده في الايكرون فور او الايشن فور. اوكي؟ ايوه كنت بوصلها كده بس كان ده السيستم السكيورتي اللي هو بيطلعها دايما يونيكس. كان من النادر ان هو يطلع عندنا بس احنا بقى ان جنرال حل للفايل سيستم اتقابلنا نوعيه جديده من المشاكل اللي كانت موجوده قبل كده السيستم السكيورتي. حتى كان بيسال هنا يا شباب الشكل ده هنتفق عليه ان ده دايما هنعمل ريدكشن
السيستم لحد ما يتحول بالشكل ده، ان دايما في بيفوت اليمنتس، وكل اللي تحت البيفوت اليمنتس هي كلها تبقى كام؟ تبقى زيروز. وممكن نخلي بالك ان في بعض الكولمز او بعض الاعمده ما تكونش هي بيفوتس خالص، يعني مثلا بص حضرتك من العمود ده، العمود ده ما فيش ولا رقم فيه في بيفوت. اكزامبل مثلا العمود ده كمان ما فيش ولا رقم فيه بيفوت، العمود ده ما فيش ولا رقم فيه ايه؟ في بيفوت ايه؟ اليمنت. بينما هنا حصل في هنا عمليه بيفوتنج، او ده بالنسبه لنا بنسميه بيفوتال اليمنت. هو ده زي اللي احنا بنعمله، بس احنا بس رسمينه شكل جنرال شويه. اللي هو ده بيسموه انا هوصل السيستم للريديوس فورمولا، الريديوس ده بيسموه ايكلون او الايشلون فورم. دايما احتفظ بالبيفوتال اليمنتس، كل الارقام اللي تحتها دايما تبقى زيروز. الستار دي اي ارقام، وده انا حاطط عليه سيركل، دي البيفوت اليمنتس. طبعا ده مش مفروض ان هو يكون زيرو. وكل بقى الارقام اللي تحتيها دول كلها اصفار، يعني اصفار بتاعت السيستم كلها احتفظ بيها في اللور تريانجل، في المثلث اللي تحت. الابر تريانجل هو نون زيرو، ايه هو نون زيرو. بس طبعا هتقابلنا هنا مشكله ان ممكن الاقي في بعض الكولمز ما حصلش فيها بيفوتس خالص، زي الكيس بتاعت اليونيك سوليوشن اللي احنا خدناها في شابتر 1. اتفضل يا باشمهندس. دي ايه؟ اكبر مصفوفه ممكن اعملها على الشكل ده. اي مصفوف تقدر. لا دي اكبر مصفوفه، يعني ما ينفعش ازود عدد العواميد ليه؟ زود زي ما انت عايز. خلاص يعني انت لو انت ممكن تزود عواميد قد كده، بس الارقام دي صفار عادي مش مشكله. يعني هي بس الشكل ده احنا نتفق عليه اسمه ريديوس فورم او الرو ايكولون فورم. كلمه رو هنا عشان معناها الاوبريشنز، عمليه الاليمينيشن عملتها ما بين الصفوف وبعضها. الايكولون ده اسم الشخص نفسه او العالم اللي هو ايه اخترع او اخترع الشكل ده. هنبتدي بقى نشوف بقى طرق حل السيستم ازاي، وازاي اطلع الكيس اوف انفنت سوليوشنز وهكذا. يعني اقدر اديتكت السيستم من الشكل الاخير، يعني الشكل الاخير ده زي ما نشوف كمان شويه اكزامبلز منه، بقدر اشوف شكل الحل بتاع السيستم عامل ازاي. هل هيبقى له حل وحيد ولا انفنت سوليوشن ولا نو سوليوشن؟ لسه نشوف الاكزامبل. لكن هنتفق في الاول ان احنا هنعمل ريدكشن لحد ما نوصل للصوره دي. الصوره دي هتبقى صوره ستاندرد لينا كلنا هنمشي عليها. منها بقدر يبقى عندنا يونيفايد ستيبس نقدر نوصل بيها للشكل، كلنا نوصل نفس الشكل. الحاجه الثانيه هقدر اوصل للحل بسهوله من الشكل الاخير. طيب هنتكلم بعد كده على الرانك اوف الماتريكس. الرانك اوف الماتريكس. هو الشكل ده حضرتك لو انا عندي ماتريكس ايه عملت عليها مجموعه من الاوبريشنز او الليمتال اوبريشنز، اولا ماتريكس اللي اسمها اي يعني دي الماتريكس الاصليه، ودي الماتريكس بعد ايه؟ بعد الريدكشن. دي بتصل كلمه ايكلون او ايشلون فورم. يعني دي الماتريكس ايه مثلا جيفن، وبعد ما حولتها الريليشن فورم هسميها ايه؟ هسميها الماتريكس اي. فاللايك بتاع الماتريكس لو احنا عندنا ماتريكس ايه ان واي ان، يعني عدد الصفوف بيساوي عدد ايه؟ الاعمده. فلانك الماتريكس او لانك الايه؟ هو بيساوي النمبر اوف بيفلز، عدد البيفلز اللي تم عندي وانا بعمل الاوبريشنز ايه؟ يعني مثلا عندي فين عدد البيفلز اللي هي الحاجات اللي انا عامل عليها سيركل دي. شوف كم واحد حصل له ايه؟ عملية سيركلينج عدتهم، فده بيسميه ايه؟ بيسميه النمبر اوف بيفوتس، ده بيسميه الرانك بتاع الماتريكس. أو هو عبارة عن النمبر اوف نون زيرو روز ان الماتريكس اي، عدد الصفوف اللي هي مش بصفار. يعني لما جيت عملت الريدكشن ده هلاقي في صفوف في كلها صفار فضلت في الآخر. فعد الصفوف اللي هي نون زيروز اللي هي مش كلها اصفار، عددهم عدد الصفوف النون زيرو دي في الماتريكس اي الاخيره دي، ده بالنسبه لنا بنسميها الرانك بتاع ايه؟ الماتريكس.
او نفس الموضوع ممكن يتعمل برضو على الكلامز. يعني مثلا لو انا ماشي على الكوبليشنز دي بدل ما امشي على صفوف امشي على الاعمده اوصل لايه لنفس العدد بالظبط. يعني ممكن برضو تقول ان العدد ده هو عباره عن number of independent rows او كلامز عدد الصفوف او الاعمده الاندبندنت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا في عندي equation repeated او equation مستنتجه من 2 equations ثانيه، لما بعمل موضوع الـ Row Operations ده بتظهر المعدات المستنتجه دي، المعدات الديبندنت، بتظهر في صوره ان في صف بالكامل يكون ايه؟ باصفار على الاقل. فعدد الصفوف الاندبندنت يعني عدد المعدات اللي ما اتصفرتش ده بيسموه الرانك بتاع السيستم او الرانك بتاع الايه؟ الماتريكس. يبقى اذا الرانك الماتريكس هو النمبر اوف بيفوتس او هو النمبر اوف نون زيرو روز في الشكل الاخير اللي انا وصلت له اللي هو الكور، او هو عباره عن النمبر اوف اندبندنت روز او هو النمبر اوف اندبندنت كولمز. عدد الصفوف الاندبندنت في الماتريكس وهو نفسه برضه عدد الاندبندنت كولمز الموجوده في الماتريكس. هناخد اكزامبل دكتور ازاي عدد الصفوف ازاي عدد العماله اللي يعني عدد الصفوف لكن عدد العماله لا. عمليه الاليمينيشن ديت ما تدوش بالتفصيل. الجزء بتاع الالجبرا ده ممكن بتعمل حاجه اوبريشنز على الجزء بتاع الماتريكس او على الكولمز بتاعت الماتريكس. في ثيرم بتثبت ان النمبر اوف اندبندنت روز دايما بيساوي النمبر اوف اندبندنت كولمز. الرقم ده بيسموه الرانك بتاع الماتريكس. مظبوط. فاحنا هنا مش واخدين التفاصيل للاسف. ان رانك الماتريكس هو عدد البيفوتس اللي بتقابلني وانا بعمل ريبيوز فور، او هو عدد النون زيرو روز، او عدد الاندبندنت روز اللي هو نفسه بتاع نفس عدد الاندبندنت كولمز. دي بروبرتي اي ماتريكس. عدد الصفوف الاندبندنت بيساوي عدد الاعمده الاندبندنت، بس هو ده رانك الماتريكس. لو شفنا اكزامبل بالارقام انا هشرح لك السؤال حضرتك بس ايه بالمثال بالارقام. يعني على سبيل المثال لو عندي ماتريكس A فيها الأرقام 1 2 3 و 2 4 6 و 1 2 3 و 1 2 4 والماتريكس دي عايز أحسب لها إيه الرانك؟ فايند ذا رانك. طبعا الرانك بتاعت الماتريكس أنا بمسك الماتريكس دي كاميرا كانت جزء من لينير سيستم واستخدم معاها الجاوس إليمينيشن تكنيكس العملية. يعني هاخد الرقم ده الاول هعمل بيه بيرتي كونفيجريشن فورورد الكونفيجريشن وهضرب المعادله دي ناقص 2 واجمع. طبعا هنا 1 2 1 1 اضرب ناقص 2 واجمع يبقى 0 0 0 اضرب هنا ب ناقص 2 واجمع يبقى 0 ناقص 2 واجمع 0 ناقص 2 واجمع يبقى كام 0 وكده اضرب ناقص 3 واجمع يبقى 0 اضرب ناقص 3 واجمع يبقى 0 ناقص 3 واجمع يبقى 0 ناقص 3 واجمع يبقى كام 1. الشكل ده ما هوش ريديوس ايكلون فورم عشان يبقى ريديوس ايكلون لازم ابدل. فبالتالي هعمل سواب من الكروز دول هيطلع عندي 1 2 1 1 0 0 0 1 و 0 0 0 0. يبقى انا كده الشكل ده هو ده الاي بتاع الماتريكس اللي احنا بنسميه ريديوس ايكلون او ريديوس فورم ايكولون فورم. ده شكل الريفيو ده ما ينفعش اعمله ريدكشن تاني خلاص. الشكل ده حضرتك فين البيفوت اليمنتس؟ ممكن تبص البيفوت اليمنتس بالشكل الاخير ده. لو انت مشيت كده اول رقم خسرني فيه نون زيرو هو الرقم ده. تاني رقم نون زيرو هو الايه؟ هو الرقم ده. وخلاص ما عادش فيه بيفوت اليمنتس تانية. طيب انا كده لو جيت احسب بقى اللانك بتاع الماتريكس. اللانك بتاع الماتريكس عباره عن نمبر اوف بيفوتس. في كام بيفوت تاني يا شباب؟ اثنين. يبقى اقدر اقول من النظام ده ان الرانك بتاع الماتريكس ده بيساوي كام؟ بيساوي 2 لان في عندي 2 بيفوتس بس. او ممكن ابص لها بوجهه نظر مختلفه، هي عدد الصفوف اللي هي نون زيرو. في عندي صف بالكامل زيرو بس في صفين هم ايه؟ نون زيرو. فنفس الموضوع برضه ممكن نقول ان رانك الماتريكس ده بيساوي 2 لان في عندي 2 نون زيرو روز. او الحاجه الثالثه هي النمبر اوف اندبندنت روز او النمبر اوف اندبندنت كولمز. لما بعمل عمليه الرو اوبريشنز دي بيظهر هل كان في عندي صف مستنتج من الصفوف الثانيه او ديبندنت عليها؟ لو هو كان بالفعل الصف ده موجود هيتصفر. لما بعمل عمليه الاليمينيشن ده الصف ده هيختفي.
فبالتالي ده معنى ايه؟ التاني ده السيستم اللي قدام ده معناه ان في عندي بس صفين او تو روز اندبندنت. الصف الثالث ده كان ديبندنت عليه ومستنتج منه بالعربي يعني ريديوس او ريديوس من الصفين الثانيين. فالرقم اللي طلع ده التو ده هو عدد البيفوتس اوكي؟ هو عدد الاندبندنت روز اللي هو برضه نفس عدد الاندبندنت ايه؟ كلامز او عدد النون زيرو روز الموجوده في الشكل الاخير اللي هو ريديوس ايفرنت وان. ده بنسميه لاين بتاع الماتريكس. ايوه هو انت بتفترض ان هنا في اي ارقام بقى لكن مين البيفوت اللي عليه الدور او ينفع تاخد بيفوت هو العنصر ده فانت ممكن تضربه بصفر وتبقى ممكن تعمل عمليه بيفوت وهميه بس ده اللي عليه الدور في البيفوت فده بيفوت اليمنت وده بيفوت اليمنت اوكي اتفضل يا باشمهندس زي ما قلت لحضرتك زي ما اجاوبت لزميلك هو ده اللي عليه الدور في البيفوتس هو مش مشكلته ان في زيرو تحت بس هو ده بيفوت اليمنت يعني لما امشي كده في الصف ده اول نون زيرو اليمنت اللي قدامي فلما احول الماتريكس للايكولوم فورم وامشي على الصفوف فاول اليمنت يقابلني في كل صف نون زيرو هو ده البيفوت اليمنت اوكي ماليش دعوه تحته عامل ازاي هو ليا دعوه ان ده اول نون زيرو اليمنت بيقابلني طيب ايه بقى ميزه البيفوت اليمنتس دي؟ البيفوت اليمنتس دي مهمه جدا في حاجه ثانيه فقط. ان الصفوف او الاعمده اللي ظهرت فيها البيفوت اليمنتس دي مهمه جدا. يعني عندي كابس ويز البيفوت اليمنتس الكابس دي بتعمل لي حاجه اسمها البيزك كابس او الكابس الاساسيه. البيزك كولمز دي هتلعب دور كبير جدا لما نيجي نحل السيستمز. يعني الاعمده العمود اللي فيه بيفوت اليمنت ده واحد من الاعمده الاساسيه اللي موجوده عندي في الماتريكس. يعني انا هنا حليت البيزك كولمز في السيستم بتاعي هو الكولم الايه؟ الاول والكولم الايه؟ الاخير. ليه؟ عشان دي الكولمز اللي فيها بيفوتس. يعني عندي هنا البيزك كولمز هتبقى الكولم الاولاني خالص اللي هو 1 2 3 والكولم الاخير اللي هو 1 2 4. دي بالنسبه لنا البيزك كولمز دي الكولمز الاساسيه بقيه الكولمز الثانيه كولمز مستنتجه منها او ساعات بيسموها نون بيزك كولمز هنستفيد منها في ايه؟ هنستفيد منها لما نيجي نحل السيستم هنقسم السيستم اللي عندنا لحاجات بيزك وحاجات ثانيه نون بيزك الحاجات البيزك اللي هي مرتبطه بالبيزك كولمز او الكولمز اللي حصل فيها بيفوتس النون بيزك هتبقى مرتبطه بالكولمز اللي هي ما حصلش فيها عمليه بيفوتنج يعني بص العمود ده لما تمشي فيه في بيفوت العمود ده ما فيهوش العمود ده ما فيهوش العمود ده فيه بيفوت فالكلمز اللي حصل فيها عمليه الديفن الجديد بيسموها بيزك كلمز ولكن يفضل بدل ما اخدها بالشكل الاخير اروح اخدها بالشكل الاصلي بتاع الماتريكس فاخدها ده بالنسبه لي واحد من البيزك كلمز وده البيزك كلمز اللي هو مش غلط ان انا اخدها بالشكل الاخير بس يفضل اخدها من اصل الماتريكس زي ما قلنا الكلام ده هنستخدمه في حل السيستمز موضوع البيزك والنون بيزك كلمز لا هي بص حضرتك تعالى كده خد خط كده اهو اهو خط تحت كل الاسمار طيب كده في ثلاث اسمار قدامي صح لكن الكود دي في ستين ايوه بس دي حاجه سكيماتيك يعني مش حاجه اصليه ولكن ده بيسمى ايه بالارقام ريديوس ده بس فيه تو كونديشنز زياده ان انا بعمل اليمينيشن
بدل ما اعمل ايجنيشن فورورد بس بعمل فورورد وباكورد، يعني بدل ما اشتغل بطريقه شبه الجاوس ايجنيشن بشتغل حاجه شبه الجاوس اي جوردن، بعمل ايجنيشن فورورد وباكورد. خليني بس اكمل كلامي. فاللي بعمل ايجنيشن فورورد وباكورد يعني الريديوس ديت معناها ان انا هزود حاجتين زياده. اول حاجه الايجنيشن اللي هعمله هيكون فورورد and backward. في الفورمولا العادية دي بعمل forward elimination بس. في reduce بعمل forward وايه backward. الحاجة الثانية ان هنا الـ pivot element او pivot number must equal zero. يعني لو بقيت اي element في pivot هعمل فيه pivoting لازم اقسم عليه الايكويشن كلها. بحيث انه دايما يكون دايما في امر واحد. ده الفرق الوحيد ما بين ال 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 الرو ايكولون فورم العادي والريديوس ايكولون فورم. فندم؟ بس ايكول 1 بس. يعني على سبيل المثال فور اكزامبل. طب يعني لو عندي اي مركز سي فيها 1 2 1 2 ولا 2 4 2 4 وهنا 1 0 3 0 و 3 4 5 4 3 4 5 7. لما اجي اعمل عمليه الايزوليشن ده بالفعل البيبوت ده بيساوي 1 فده هحتفظ بيه زي ما هو. لو لقيته ما بيساويش 1 لازم اقسم المعادله كلها عليه. اوكي بعد كده هعمل عمليه الريدكشن او الاليمينيشن. هضرب المعادله دي ناقص 2 واجمع على المعادله الثانيه، هضرب دي ناقص 1 واجمع، هضرب دي ناقص 2 واجمع. هتلاقي حضرتك لما تعمل الكلام ده يطلع السيستم ده الثاني 1 2 1 3 3 يطلع 0 0 ماينس 2 ماينس 2 ماينس 2 0 0 2 2 2 و 0 0 ماينس 2 ماينس 2 1. بعد كده لما اجي احط بقى الاليمنت اللي عليه الدور في البيبوتنج لما همشي كده في الصف الثاني هوصل لايه من الاليمنت ده؟ الاليمنت اللي انا ما اقدرش اعمل فيه بيبوتنج لما اقسم عليه الاول. بقسم المعادله كلها على كام؟ على ناقص 2. لو انا هستخدم الريديوسد فور فهقسم الايكويشن دي كلها على كام؟ على ناقص 2. هيبقى شكل الايه؟ شكل السيستم الايه؟ الجديد يبقى 1 2 1 3 3 يبقى كده هنا 0 0 1 1 1 الايكويشنز الثانيه ما بهتمش بيها بسيبها زي ما هي. اهم حاجه بس الديفنت اليمنت هو اللي يطلع يساوي كام؟ يساوي 1 0 2 2 2 0 0 ناقص 2 ناقص 2 1. ده بالنسبه لي بقى اصبح هو الديفنت ايه؟ الديفنت اليمنت. والديفنت اليمنت ده بدل ما كنت بس بعمل اليمنيشن فورورد بس هعمل فورورد وباكورد، يعني هعمل اليمنيشن لل2 ديت والماينس 2 وكمان الواد اللي فوق ده. فبالتالي هيبقى الايكويشنز الجديده يبقى كالتالي. المعادله دي هي الوحيده اللي مش بتتغير اللي هي 0 0 1 1 1. عشان اعمل الايكويشن اللي ناقص 1 اللي فوق ده هضرب المعادله دي كلها في ناقص 1 واجمع. الميزه بقى هنا ايه؟ وانا شغال كده الاسبار اللي جات لي قبل كده مش هتتغير. ليه؟ لان خلاص انا عندي ضامن الاسبار دي كلها في دور ترانجلر. فلما بعمل الباكورد كمان الاليمينيشن ما بياثرش على اللي انا عملته من الخطوات اللي قبلها. فهنا تبقى المعادله الجديده دي يبقى عندي هنا في 1 وهنا 2 المضرب ده في ناقص 1 واجمع يبقى ده 0 المضرب في ناقص 1 واجمع يبقى ده 2 المضرب في ناقص 1 واجمع يبقى ده كام؟ 2. والمعادله دي هضرب في ناقص 2 واجمع على دي وكده هضرب في 2 واجمع على دي فدي هتبقى عندنا كام بقى؟ 0 0 0 0 0 ده هتبقى 0 0 0 0 انا ضربت في 2 وهجمع الرقم ده هيساوي كام؟ هيساوي 3. بدا شكل السيستم بعد ما عملت الاليمينيشن. ظهر عندي سطر بيتكمل كل الاصفار ابدل اعمل اكسشينج فلازم اعمل عمليه هنا سوابنج. اقول ان الرو نمبر 3 ده الرو نمبر 4 اعمل لهم سوابنج لان الشكل ده مشتركين دايما لازم الاصفار تكون تحت. يبقى عندنا الشكل الجديد 1 2 0 2 2 و 0 0 1 1 1 و 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 الاليمنت اللي عليه
ابص على الصف الثالث الاقي ايه اللي عليه الدور ده 3. ما ينفعش اسيب الدور ده تقريبا كده، لازم اقسم على ايه؟ على الفاليو بتاعها. يبقى اقسم الصف ده كله على كام؟ على 3. وبالتالي يبقى شكل البيبوت السيستم كتير 1 2 0 2 2، وهيبقى عندنا بعد كده بقى 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0. ده دلوقتي البيبوت اللي عليه الدور. الجاوس ليميتيشن عادي كنت بوقف على كده، لا في الجاوس شورتن او في الجوس كمان اعمل ليميتيشن ايه بقى؟ يعني هرجع اضرب المعادله دي في ناقص واحد واجمع واضربها في ناقص اثنين واجمع على ايه؟ على المعادله اللي فيها. وبالتالي يبقى اخر شكل للسيستم هيبقى عندنا الايكويشن الوحيده اللي مش هنغير فيها، هنحطها طبعا في كلها اصفار. 0 0 0 0 1، لما اضرب ناقص واحد واجمع على دي يبقى دي صفر، المنتهي مش هتغيره. 1 1 0 0، وبعدين اضرب ناقص 2 واجمع هنا يبقى دي عندنا ايه؟ 0. وهنا 2 0 2 1. ثلاثين ليه؟ هنا في المركب دي؟ لا تحت دي؟ طيب انا وصلت دلوقتي ده اللي هو بيسموه ريدوس اي كول فور، ده بالنسبه لي دلوقتي ده ريدوس رو اي كول فور. بص حضرتك عادي البيمنت اليمنتس اهو 1 1 1، خلي بالك ان دايما البيمنت اليمنت بيكون هو الواحد الوحيد اللي في العمود اللي هو فيه. يعني هنا مثلا ده الكلام ده بيزك كلام، وده بيزك كلام، وده بيزك كلام، ده بالنسبه لنا ده، وده وده البيزك كلام. البيزك كلام ده هو الوان الوحيد، بعد كده في اصفار وتحتيه كام؟ تحتيه اصفار. والفاليو بتاعته بيساوي كام؟ واحد. كل الزيروز او الزيرو بوز موجود عندي في نهايه الماتريكس، يبقى انا كده حطيته ما يسمى بالريديوسد رو ايكولو فور. لو شلت كلمه ريديوسد وسبت بس ايكولو فور فمش لازم البيبوتس دي تكون وحايد، ومش لازم اعمل كمان اليمنيشن فين، بالعكس باكورد. انما لو عايز اعمل ريديوس ان هو بيكون فول لازم اوصلها ليه بالشكل ده. اوكي؟ هو المساله اللي فاتت حضرتك بس اتفضل يا استاذ. يعني انا مصغر الشكل ده وبعد كده حبيت اعمل خلاص؟ هو الشكل ده انا لسه هستخدمه في حال السيستم دي. يعني لو في رايت هاند سايد. احنا هنا مستخدمين بس الماتريكس لوحدها بس بنشوف بس الستبس. مركزين على الماتريكس وسايبين السيستم حاليا. يا دكتور المثال اللي فات حضرتك قلت برضه ان هو ريديوسد رو ايكولون فور، ليه بقى؟ كان 1 2 2 1. المثال اللي قبل اللي فات اللي قبل ده كان حضرتك قلت برضه ان هو ريديوسد، ما كناش استخدمنا الباكورد. لا هو الثاني ما كانش استخدمنا الباكورد. الفرق بس يعني برضه اسمه ريديوسد. ما استخدمناش الباكورد يبقى ده رو ايكولون فورم العادي. يعني ما كتبش يعني ريديوسد دي شبه. طب دكتور بس بنسميه ريديوسد فورم. لما قلت ريديوس ايكول فور فلازم استلزم بالرول فور. هو احنا استفدنا ايه لما عملنا كده يعني؟ مفيش اي سوليوشن او اي حاجه. ما هو احنا كده بنعمل بس اوبريشن وخلاص. بنتعلم ازاي نعمل ريدكشن للسيستم. وبعدين احنا برضه بنستخدم جاوز جوردن، يعني مفيش اي اختلاف عن جاوز جوردن. هو ايكول فور العاديه بنكتفي بجاوز الايميليشن العادي. ريديوس ايكول فور بنعمل كاننا بنعمل جاوز جوردن. طيب من الشكل الاخير اللي احنا وصلنا له ده نقدر نقول ايه؟ نقدر نقول ان رانك الماتريكس بيساوي كام؟ رانك الماتريكس بيساوي كام؟ 3. ليه؟ لان اما اقول ان عدد البيبولز بيساوي 3 او النون زيرو روز بيساوي كام؟ بيساوي 3. يعني هنا رانك الماتريكس بيساوي كام؟ 3. ده هو عباره عن النمبر اوف بيبولز
probably is going to have the number of independent rows held the number of independent rows. بشكل ده بنفس فيه الرانك دي بتاع المبلغ. طيب هنا لو جيت سالت حضرتك فين البيزك كلام السيستم؟ فين البيزك كلام السيستم؟ البيزك كلام العجله الاساسيه بتاعت المبلغ هو العمود الاول والثالث والخامس. ايه ودي الاعمده اللي حصل فيها بيفوتنج. فحضرتك بقى ممكن تروح تجيبهم من اصل الماتريكس. اصل الماتريكس لو جيت خدت فيها العمود الايه؟ الاول اللي هيبقى العمود اللي هو 1 2 3 2. العمود الثالث اللي هو 1 0 3 0. والعمود الاخير اللي هو 3 4 5 7. ودول بالنسبه لنا اللي هم البيزك كلمز. زي ما قلنا البيزك كلمز دي هنحتاجها لما نيجي نجيب حل السيستم. طيب بما ان في كلمز بيزك وبالتالي في كلمز نان بيزك احيانا الكلام ده ممكن نكتبه كده ممكن نكتبه بالشكل ده ان ده عباره عن A ستار 1 وده A ستار 3 وده A ستار 5. ايه الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان ده الكلام نمبر 1 من الماتريكس A والستار دي معناها فور اني رو. يعني مثلا لو اعتبرت ان الاندكس الاولاني ده بتاع الرو والثاني بتاع الايه الكلام ستار دي معناها فور اني رو والكلام بتاع رقم كام؟ رقم 1. يعني كل الاليمنتس اللي ليها اي رو والكلام رقم 1 يعني العمود رقم 1. ودي معناها ايه ستار 3 يعني ده العمود الثالث من الماتريكس وده ايه ستار 5 يعني العمود الايه الخامس من الايه من الماتريكس. عشان بس دي النوتيشن اللي هتلاقيها حضرتك موجوده عندك في الكتاب. طيب لو جينا بقى للنون بيزك كلامز النون بيزك كلامز هنلاقي النون بيزك كلامز دي كان بي ريتن كان بي written as a linear combination of basic columns. الكولمز بقى الثانية اللي هي هي non basic columns ممكن اكتبها بدلالة الايه؟ basic columns. اكتبها بدلالتها ازاي؟ انها linear combination ما بينهم. يعني مثلا على سبيل المثال ممكن حضرتك مثلا تلاحظ ان العمود الثاني احنا نسميه ايه ستار 2. يعني ده بالنسبه لنا السكند كلام اوف الماتريكس. العمود الثاني من الماتريكس. هنلاقي هو بيساوي 2 مالتيبلايد باي العمود الاولاني ده بالنسبه لنا الفيرست كلام. لو رجعت لاصل الماتريكس هتلاقي ان العمود الثاني كان بيساوي كونستنت اللي هو 2 في العمود الاولاني. يعني كان لو كان العمود الثاني ما كانش هو ستاند الون ما كانش اندبندنت اذا كان ديبندنت على العمود الايه الاولاني. فهتلاقي ان العمود الثاني ده نون بيزك. فاقدر اكتب النون بيزك ان ترمز اوف الايه البيزك. العمود الاولاني عندي هنا بيزك والثاني ايه نون بيزك. لا انا ما بقولكش هتقعد تدور انا بقول لك لاحظ نوت. برضو انا بس كل اللي انت عايزك تعرفه بعد ما تجيب بيبتس ان الاعمده اللي فيها بيبوت اسمها بيزك كلمز. انا بس بقول لك لاحظ ان الاعمده الثانيه اللي نون بيزك يمكن كتابتها بدلاله الاعمده اللي هي ايه البيزك. فهنا مثلا ممكن تلاحظ كمان ان الاس ار 4 يعني العمود الرابع من الماتريكس يمكن تتابعه لانه مجموع العمود الاولاني زائد مجموع العمود الايه الثالث. يعني كما لو كان العمود الرابع ده ما كانش عمود ستاند الون ولا حاجه ده كان المجموع الاول زائد ايه زائد الثالث. يعني مستنتج او درايف او ديديوزد او ديبندنت على العمود الاول والثالث. هو الاول والثالث بيزك اوكي. لما عملت منه كوليكشن طلعوا لي العمود الايه الرابع. فالعمود الرابع ده كان عمود مستنتج او ديبندنت على الاول والثالث. فده اللي احنا بنقول هنا ان النون بيزك كولمز كان ريليتد از ا لينير كومبينيشن من البيزك كولمز. البيزك عندي هنا العمود الاول والثالث والخامس الثاني والرابع مستنتجين منهم ما عندناش حاجات ستاند ايه ستاند الون صح؟
الاول والثالث ما بيساويش الرابع. ليه؟ الاول والثالث ما بيساويش الرابع. ده الشكل الاصلي بتاع الريدكس. ده الشكل بعد الريدكشن. بس تذكر ان النون بيزك دول ينكبوا بثلاثه الايه البيزك يعني كان هما ديبندنت عليهم او ريديوسد منهم او ريديوسد منهم مستنتجين منهم يعني بعير ريليشن لينير يعني ثابت في الاول زائد ثابت في الثاني بس الاول والثاني دول يبقى حاجات بيزك كان هنا كام لو كان العمود الرابع ده واحد في العمود الاول زائد واحد في العمود الثاني ليه ده ده اصلا انا بتكلم يا جماعه على اصل الماتريكس يمكن انا كاتب الماتريكس غلط ليه وان دي الاول والثالث لا هو اكيد انا كاتب الماتريكس عشان في الكتاب اللي عندي اكزامبل صح الاول والثالث لما اجمعهم يطلعوا عشان ايه الاول والثالث عندي بيطلعوا الرابع معلش انا ممكن اكون غلطان وانا بديت لكم الاكزامبل كده غلط الكلام ده يا جماعه من اصل الماتريكس ده الاوريجينال فورم معلش لو في غلط انا بعتذر عن انا اسف كتبت انا غلط الكلامس كان بيريتن اس اليني الكومبينيشن بين الايه البيزك كلامس ده بس اللي احنا عايزين نخرج منه في الجزء ده وهو كل الكلام ده على فكره يكون ساتسفاي في الاوريجينال ماتريكس وكمان في الماتريكس بعد عمليه الايه بعد عمليه الريدكشن وده كله